في كرنفال حجازي بديع احتفلت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة بزفاف أكثر من 1000 شاب وفتاة في حفلها 12، والذي كان برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة. زفت العرس المسيرة على وبتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن فهد آل سعود وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية. وكعادة الجمعية الخيرية فقد كان التميز والإبداع شعارا لا يفارقها. النبي زوجا وأب مثل النسيم اللي يهب ألطف ثناياك ابتسم وعظم بشاري قدر يحب. كان النبي زوجا وأب. هذا الحفل احتضن الأوبريت الإنشادي الأبرز لنجوم الإنشاد في العالم العربي، والذي كان بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا. ولك أن تتخيل الفرحة وهي ترتسم على وجوه وشفاه هؤلاء الشباب. وقد قدمت الجمعية بالتعاون مع أبرز الشركات المحلية الراعية للحفل هدايا مجزية للمتزوجين. ولم تنسى الجمعية لأهل الفضل فضلهم بتقديم الشكر والتقدير لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح الزواج. يا شباب محمد الزواج الزواج. ولم ينتهي الكرنفال بعد، فقد كان الحضور على موعد مع المهرجان الإنشادي الكبير والذي تفاعل معه الحضور كثيرا. هيا بنا نزرع، هيا بنا هيا بالحب والإخلاص كل السعودية. هيا بنا نزرع، هيا بنا هيا بالحب والإخلاص لأجل الزفاف الجماعي مركب غلاي وشراعي. لبينا صوتك يا داعي للخير دايم يدينا. الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة خير عما نفعه.